هك يا رشيدة، هك يا رشيدة، هك يا رشيدة، هك يا رشيدة. السلام عليكم وليداتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ونتمنى وليداتي يكونوا في هذا السطح مخيامكم حنا فين ما مشات، واش يجيب لها ربي السطح. والله الا السطح غزال تبارك الله، والعقبه لوليداتي ان شاء الله باش تتمناو. ودابا جيت هذا السطح ان شاء الله هنا غنعدل واحد الزرده ديال الحجاب، هذه حسن ولدي من المارشي. فين عرايس الشماكي رشيده هذا النهار الويد؟ اش هادشي هذا الويد؟ اش هادشي؟ ها؟ اش هادشي الشماكي رشيده هذا النهار؟ ايوا مره ولدي يكونوا البنات، مره ما يكونوش، مره تكون امكم حليمه، مره ما تكونش، وهذا الشيء اللي كاين. واليوم راه مشاو للحمام الله يرضي عليهم، مشات تيتيش، مشات حفصه، مرة أخرى مشي أنا ورشيدة وخدكم حليمة إن شاء الله. حتى الوالد وياسين راهم في الحمام، مشي جبنا ياسين وباكم. مرة أخرى مشي وحنا عاوتاني هما يتكلفوا بالغدا. هكا الوالدة. أها غادي يشرب خيس هذاك اللي كيخلع. ويلي. تتخاف من رشيدة هذا الكبير هذا. شوف أحنا الوالدة شو داكشي تتخاف من رشيدة كيداير؟ أي اللي كيداير أنا غنخوي هنا في البانيو. يا سلام يا سلام. أي بسم الله. أي اللي زوين. هذا شو يقولوا للوالدة؟ ايوا معناتها نقول انا غير الصمطه. هي هذيك الوالده. الصمطه ديال باكم محمديه. ها انتم وليداتك تبارك الله. تبارك الله في الصلاه. هك يا رشيده، هك يا رشيده، هك يا رشيده. هك يا رشيده. الله العافيه. هك يا رشيده. او هذا النهار نحيدوك رشيده، شوفي هذا النهار نحيدوك الخوف ديال هذا الحوت هذا، وغير حوت عادي ما تخافيش، نسي عليا الماضي وعيش الحاضر. شدي يا رشيده، غير قيسي بحال هكا وصافي، غير زعمي لي رشيده حشو. ما بقيتش هذا ولدي رشيده، غير هكا غير هكا رشيده، انا مزال هكا دير له هكا، غير خلي خلي زيد رشيده، ربي ما غيزيد يدير التجربه. انا مزال صافي لا خوف لا والو. ها انت والله ما تخافي رشيده، والله ما نلحو عليك، شدي هكا والله ما تخافي في القصر. صافي يا جاختي رشيده بارك الله. عندنا لغاتك لحم ديال الميكا، لا ثلاث ايام ولا اربع ايام وهي شاده الفراز. ايوا سيدي صافي ماشي مهم. اختي رشيده هذا النهار بغينا الصلاح هذا، ما والله ما عرفت سميتو. الفرخ. الله يرحم الوالدين. لا الفرخ، الفرخ. صافي انتم صايبوا الفرخ، رشيده غتصايب معكم الشن. ماشي جاب لنا حسن شي شرن وشي سردين. يا سلام. غزال ها هو انا عاد غنخوي. خوت ديما شري الشرن يكون بيض. والله الا طرفه واخا بنتي، واخا ملي تتخافي منه. ها انتم كاين اللي ما راهش هنا كاين كلشي ياك. صافي صافي. وغادي نبداو فيه ان شاء الله يا ربي، نقيو انا وامك حليمه. قولوا بسم الله. وغادي نديروا لكم واحد الاطلاله على السطح، صراحه ما عمرنا شاركنا معكم السطح. يعني السطح تيكون مع ثلاثه ديال الناس، ثلاثه الجيران. هذه المدينه ديال الازرو. انتم كما كتشوفوا الخوت، السطح عالي. هذا التكوين رشيده، هذا التكوين المهني هذا. التكوين المهني، نوريكم التكوين، نوريكم اللي سيدي واحد الجامع اللي قلت لكم الصراحه ديك النهار ماشي تشد ليا. ها هو هذا، نشد لكم الجهه الاخرى عاوتاني. والجيران خلاص، هذه هي التجزئه، تيقول التجزئه ديال العمير الصراحه. كانوا الناس سولوا الارضيه فيها تقريبا 90 متر، والفوقي مع الخروج وداك الشيء ما يقارب 110. وهذه واحد التجزئه هنا خاويه الصراحه، مورانا كتبنا هذا الليسي، تيقول له فيه حتى الليسي هذا ديال الوحده، ديك الساعه باش كنت نقرا انا داروا الليسي هنايا. ديال الوحده. ايوا شتيها ديال ثانويات الوحده هذه. كان كوليج ولكن ردوا ليسي مع المدة عمر، عمروا الليسي ما كانوش. مازال ما تبنات هذا الجامع اللي قلت لهم اختي رشيده اللي حداك، انا نشدو دابا هو هذا، جامع رائع الصراحه. غزال وحده خلاص، هذا السور ديال التكوين. الصور ديال التكوين ديال المدرسة ديال الابتدائي، كاين كلشي. المهم هادي الجزئة اختي رشيده، هادي الجزئة جديدة مازال ما بداوش فيها هاد. يا سلام. انا صراحة واحد الموقع اللي هو زين، سيرتو جينا طرفانيين يعني في حي غزال ما شاء الله، البني كله جديد، ما كايناش شي دار اللي هنايا قديمة. ايوا الحمد لله على كل حال. اللهم لك الحمد اختي رشيده، دابا تبقى معنا بما ديال الفرن والعواد هذا اللي نطلع القادم هذاك. راه شي بغيت نقول لكم انا ما خرجتش عند الجيران هذاك، ما نعرف الله. شوف فين خرج انت عندك، باقي هنا في الوسط. ها هو ديالك شتي، هذا راه ديال الدوشه رشيده، هذا ديال الدوشه. ها ديال سميتو، ها ماشي دابا تيخرج هذا، دابا غير جاي تقريبا على كل شيء عنده هذا، كل شيء ما غاتخرجش عنده ديالك. واحد يخرج عند واحد، لا كل واحد صافي عنده ديالو. السطح كبير، السطح ماشي السطح. دابا هذه تقريبا ما يقارب فيها 110 تقريبا بالنسبه للمتتبع اللي قلت لكم، راه فيها 110 في الارضيه، فيها 89 90، وفيها جوج خروجات، خروج من هنا وخروج من هنا. 90 و
شي حاجه ياك غير في الارضيه 90 89 المهم في الخروج يخرجوها ثاني من هنا ومن هنا كترجع 108 100 المهم ما يقارب وصافي حنا غير تقريبا داكشي. ودابا غتبقاو معنا بما جات راشي حصلتي تيش من الحمام وغادي نبقى ليه ان شاء الله الحوت ونصيبوا الطواجين ديالنا ونشدوا لهم داك الشيء على حقه وطريقه ويبقى كمل الفلوق ديالنا. شوفي الا لقيت الفران عند البنات اللي جاراتي غندير لكم اللاطه ونحشيوها لي في الفران. مزيانه. ما لقيتش البنات مازال ما جاوش راه غادي نديره طويجنا. والله بنتي الا لقيتيهم الله يرضي عليك قوليها لهم. وبغيت خلاص عندهم الفران صراحه يقولوا لي فوقاش ما بغيتيش تطيبي شي حاجه الله يعطيهم الصحه جيبيها ونصيبوها لك. صراحه بيناتنا واحد الجوره اللي زوينه الله يعمر ليهم. ايوا البنات اللي معايا غادي نشوفي الا جاو من هنا ما نصيب الشرموله غنتغدى انا وياهم. يلا بقاو معنا تشوفين ان شاء الله ربي يعطيهم حقهم. بقاو معنا يا مسافرين الاولياء. بنتي بنتي كملتي وقيله هاد الشرموله حنا والله لا الحوت دابا عاد كملتها كثير عمي وقيله شي 4 كيلو ولا 5 كيلو ديال الحوت. ايوا تعاونت انا وخا داك الحليمه بغيا نقيناها الشميشه في السطح. صافي هادي الشرموله ديال السردين راه فيها الربيع حيت السردين كنعمرو في الداخل كنديرو فيها الربيع. وهذا ديال الحوت الاخر كاينه الثومه والهريسه كمون وشوية ديال الملحه والحامض. صافي هادشي اللي كاين هنا. راني سي حسن عاد جاي من سيدي ردا قلت له جيب لنا ديك المقله الكبيره هي اللي غتهزها بنتي والله العظيم احسن من الفرن. لا لا تشبهي كل وحده هي وحده. لا لا هي اللي غادي غنديرو فيها ديك كون شفتو ديك المقله اللي عندنا فيها عندها الغطايه الدجاج نديرو فيها داك الفرخ وما خديره هكا حتى لفت درتها خليها بنتي والله الا عبرت ملي درتي لفت مع الحوت الله يرضي عليك بنتي داكشي اللي كاين زوينه. ايوا صافي هذه هي الغديوه ديالنا ان شاء الله غنشاركوا معكم. دابا هاد الشرموله نطلعوا السطح نشرملوا تما البيت ديالنا وغنقليو تما وتبقى الريحه تما تبقى الريحه تما باش ما ندوخل الجيران. واخا الا لو بما جاو البنات ديك الساعه نكمل لكم الفلوق بنيت زوين ان شاء الله يا ربي. الله يا ربي شي حيط غزاله وليداتي ما نشهيوكمش وكل خير بداركم. دابا غتاخذي لي امي شويه شويه من داك الحوت واحد طبيسي ونعطيه للبنات. الله يعطيك الصحه هذاك الولد ما تصاوب ليه لهم شي حاجه يشرم له الروس وبابا كل واحد واش كيبغي. دي الجارات مساكنات عطاونا الفرن عطاونا البوصه الصغيره قال لكم حليمة قليو الفوق ويبقى الدخان تما وريحة الحوت وكما قلتي نديرو شويه شويه الله يعطيك الرضا ونعطيه لهم. ايوا صافي انا غادي نمشي دابا انا صافي الولاد فين؟ غادي نمشي ولدي نعطي فين غاتمشي الولاد؟ غنطلع للسطح دابا الويدا غير السطوحة عندك مع السطح سبحان الله العظيم حمام زوين وسخون سخون ندبرو في واحد بوشر ميك بوشر ميك ايوا الحفرة ميكا الحفرة ميكا وخليوها تما تما هذا نطلعو تما. يلا الويدا غنتسناو الباز بما خرجوا من الحمام وغنكملوا الفلوق مع الواليد ياسين تيتيش حصة والعائلة اللي كاينة هنا ان شاء الله. صحتهم وراحتهم ايوا احنا كان جانا الطاجين واخيرا جا الطاجين سيدي اخيرا حصل وصل سيدي. هذا هو الحوض هذا شي الريس واعر الصراحه اختي رشيده البنات جاوا من الحمام واجدين وموجودين دابا غيبقى يعني دغيا طيب ما بغيتش نحطها طيب من قبل حيت شي ساعه كطيب هي صافي نص ساعه ما كاملهاش شي بي فيه اه هذا حساب الحناش لا يا ربي السلام هادشي اللي طاشي عندنا طوال هذا السؤال مزيان والله الا عرفتي جينا جيعانين واش تيعني ها هما حنا درنا الدويره في فازرون وتيجيو للحمام ويجيو للطريقه دابا غادي نقول لكم واحد القضيه اللي بغى يوميه ديال حسن ورشيده مره مره في الدار شنو بان لكم نعطيوهم واحد الهديه قيمه واحد الهديه فايته مليون طبعا والله القسم اذا فايته مليون ودي رشيده انا من مشجعين الاوائل غنكون ان شاء الله يربي حيت علاش رشيده عندها ما تعطي ومزيان انا يعني دير هاد الخطوه هادي وتسيي راسها مزيان انا الواحد اخويا حسن يحفظ راسو براسو والله تنجيب لكم واحد الحاجه تنجيبهم الفكره الحسنه انا ما قديتش انا راه 70 هديه غايقول لكم واخا رشيده مستعده تعطيهم يوميه انت وحسن كل التواصل دايره الربيع هنايا قطعت شوف الانسان هو اللي ديباني راسو شنو غادي ندير
والله الا غادي نجيب لك واحد الهديه دايره واحد المليون تقريبا ما بين 20000 ولا مليون 30000 صافي باش تبقى ان شاء الله ديما عندكم تشاركوا بها اليوميات ديالكم مع المتتبعين حتى المتتبعين ماشي شي وحده اللي رخاصه علينا خصنا نجيبوا شي حاجه غاليه على وديتهم باش يشوفوا ان شاء الله احسن صوره واحسن صوت اكيد ان شاء الله متفقين معايا وبغيتوا هذه الهديه تحضر انا بالسهل حضر الكارت ديالكم ان شاء الله غتحضر غتحضر ان شاء الله باذن الله ان شاء الله يا والله الا صراحه المتتبعين ديالنا كما قال حسن راه عزاز وغاليين اي حدا كان عايشو هكا غنبارطاجيوها معاكم ويرا في السطوح راه يعني نكرشو خرجنا يا اختي دابا نطلعو فوق نقليو الحوت ديالنا تما ونردو هاد لاطا طيبه بقا تيبان لي نديروها فوق البطاعة ديال رشيدة راه طيب بالزربه حسن تعطل مشى سيدي يديه وتعطل بدا تيبان لي جابنا حتى البوطه وحتى هو جابنا البوطه من تما وين كانوا الجارات ديالي عطاونا البوطه حتى شرط لعمه حدا نقليو عليها وحدا نطيبو عليها هادشي اللي كاين هانتوما بقاو معنا بمطعنا السطح داكشي غيكون في غايه الروعه عندهم ما ان شاء الله اشنو تما اصحاب الحمام شي غاتقول هاي اعتقد 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 الفقره الحلوه طبيعه واعره يدي العطار صافي سواريز جديد اللي شدها عبدي كيحكمها ضايله في الصور ديالك صعيبه وانا هكا ولدي سبحان الله العظيم شي راه عاد مسكينه فرحان 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 بالعطار لا شطور احسن جينا من الحمام عرفتي البروده ما نعاودش لك والله هذاك الشيء يا سلام بالله ها الحوت ديالنا واش هذا مقلي ولا مازال؟ هذا مازال غاتجوع عليه تيبينو مقلي غاتجوع عليه كيبينو مقلي غاتقول لنا جينا من الحمام الحسن ما لا لا باصديقهم ما يلا صبر شو بالله خاصة ها غير برسقو حسن جاب لنا طاجين سالوطايا عندي البانينا البانينا جرا ولكن تيبان لي بحال مفتوحهم واحد الجيران ملي كيتنفسها هذيك غير ديك بحال الصفاره ياك بعدا ما تخنقش ما عليكش قال لك ما عليكش وين وين طيب ناكلو شي دا النوض الوالد ولا بلاتي شويه واحد شويه واحد انا راه خصها عرفتي داكشي تنكل على طاير سخون بلاتي اخويا نتاكدوا بعدا واش طاب ولا ما طابش دابا غادي نطيبو ان شاء الله يلاه شوف الوالده شادين هنايا هي ام هذه ما شادين انتوما تدابزوا وريني السنه انت شوف شنو دار ليك؟ اش كتضرب راهي انس؟ اش كتضرب انس؟ اش كدير انس تتح؟ خويا يلا بوسو بوسو سير بوس له فويمه فويمه ماشي راسو بوس فويمه فويمه بوس خويا يلا هلا هلا تخونتيني شوف احنا في السطح الوالده انا ها واش عز عليك الوالد هادشي ديال السطح وكذا وهاد ندير الروح ديالي انا السطح انا الحسن كنحلف ويا كتحلف قالت لك والله ملي جيتو من الحمام ما شفتو يديكو فيها لا واد لا الحطيه الله يرضي عليك ابنتي الله يرضي عليك تعالي شي تحميمه ان شاء الله ويلي ويلي واش جاب حسن ولا جاب جاب الاولى وقالت له سير جيب هاد الحوت راه زوين ديو معنا شويه للدار والله العظيم الا شفتو راه كاين الوالد هادشي راه بيني وبينك راه صحي راه حشو من اللحم سيمو بالله الا احسن لك من اللحم ب 1000 درجه ها ايوا الحمام من اللحم عاوتاني راه شي قول هذا تنسى سميت هذا الراس هذا هذا ها هو شنو سميتو؟ ماشي الواد شنو سميتو؟ الفرخ الفرخ ها هو ها تبارك الله كي دايره وليداتي غزال شوفوا شوفوا تمام حنايا تقريبا 35 درهم الفرخ الكيلو ثمن مناسب والسردين واش ب 280 25 درهم شوف انت تواسع وتسع زوان الوالد وتفاجاو والسي ريان اش كدير؟ انا مال ريان مالو شنو بغا؟ مالا سير غوتي لبا قول يجي نوض مالك احسن تعرض عوان سدوها الساعه شوف 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 شي طيب بالزربه هادشي ودي راه شي طيب غير كيفاش ما كاينش الطياب صون احسن الصراحه وي طيب ديك الكوارت يطلع كيما غدير الصباح ملي كتزيد كتجب ملي كتحرق وكتجمع كتجمع شويه وزيديه من الجبنه كاينه كاين ديباناج فين هو حسن مازال ما يجيش كيجي بالطول صافي برافو عليه
دابا الحوت خصو يتمثل سخون رشيده. خصو سخون، المهم غنشوف التالي باش نعطيكم لسيرة الختام متابعين الاوفياء. شتي ما قلنا لا عاودوا عاودوا واحده اخرى واخا نعاودوا الصك يطلع باش حتى تشدوا بيديكم عاد حطوها رشيده. غتثقب هاني. لا ما تثقبش. ديري حصه هنا هنا هنا. صافي مزيان. خليها تثقب. ويلاه دهبنا. صافي الحسن دابا ديبانيناها. ديبانينا الجرة حيت حسن سالنا الغطاية. ها؟ واش غنديرو مع حسن؟ الجرة ماشي مشكل. نديبانيو باش ما كان. المهم الغدا يطيب ويوجد إن شاء الله. إيوا واش غديرو تما ودي سيدنا؟ يا الشطاب ولا صافي داكشي يا سلام. تبارك الله خير هادي واحد الباكيت ديال تبارك الله ولا باقي جديد. هذا الحسن قربان 700 ريال الكيلو جبنان. هذا 700 الكيلو هذا الفرخ وهذا الشهر المغرب 440 ريال باش جابو. الفرخ شويه رخيص. الفرخ شويه رخيص. السردين؟ السردين اسيدي 400 ريال. هذا راه خيرات سيدي ربي هذا. شنو حسن؟ كما خويا 15 خمسة انا ما كفاش يعني ما ندير لكم هكا الوالده داكشي اللي كان الحقنا نهضروا الساعه واحده حاجه وانا جاعوا ياكلوا ياكلوا قليله ونجيو قليله وانا راح نشوف خويا بغيت نبعد منكم قال لي عطيه لي رخيصه ساعه وساعه ما جيت تبعت غاز عليك حد تخسرها صبر واش شنو قال لك واش الوالد قال الطبيب بقى تاكل غير الحوت نصحك بالحوت انا صافي انا ناكل انا غير هو تبعد من اللحم نبعد من ولكن الحوت مشوي ماشي مقلي انا ما قلياش من مشوي انا قال لي الطبيب ذاك اللي فتح لي على سميته هو اللي قال لي قال لي كل الحوت صحيح الوالد الوالد انا معاك ما كاينش المشكل مازال شي حاجه كتقلا فراه هنا تنسالو فيها صافي كديري تما انا كنضمق من العيده لا ماشي مشكل صح المهم في التالي غادي نجيو برسالة ختام تيبان لي الا بقيت انا هكا غادي نضيع حسن اه خسي خسي معاك اخويا غادي الحبه ديالي كومبلين ما دير لهم الصور الكاميرا بلاتي عليك الحسن اخويا يقولوا عليه معليش زعما زين عليك اه تي الوالد اش هذا الشيء كي جواز زين ولا خير شنو كنحط الصير شنو بقى الماسج بلين ما كاينش الشرموله رشيده عطينا شي منا اناس هاك الشرموله زوين عارف شويه حفصه يلا دابا تبقاو معنا تنجيوكم في التالي الوالدة اصلا نعطيهم رساله الختام الوالدة صح صافي صافي الوالدة يلا وليدات الله يعاونكم ربي عليكم سمحوا لنا عافي عليكم يلا مع السلامة عليكم. انا ماشي هنا هم حتى الحلقة الجاية. غتستحوا القراءة صغير ولي ديالكم بغيتي تشوف شكون غانتوما غتبقاو تستغلوا. ها؟ مساكن. تيطلعوا شتي انا كاع لي. تيطلعوا شتي كاع. صافي غنوضوا لهم الريكاطة هنا. الوراثة الشرعية. شرعية مع الموت. اش كدير تما انت؟ شو؟ سي رشيدة مع السلامة. مع السلامة. فيديو قديم شكرا جزيلا. ان شاء الله في الدار الجديدة. صح؟ مع السلامة.